هل تعرف ان المؤمن بمجرد ما يدخل قبر ويغلق عليه بيكون عاوز يقوم يصلي وكأنه في الدنيا ولا يدري ما يفعل به في هذا الوقت، وكأنه من تعوده على الطاعة يفعل ذلك. وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال أن الميت إذا أدخل القبر مثلت له الشمس وكأنها عند الغروب، فيمسح عينيه وكأنه يقوم من النوم، فيمسح عينيه ويقول دعوني أصلي. فهذا دليل على أن المؤمن في قبره يكون مطمئن أشد الطمأنينة، ومن تعوده وحرصه على العبادة حين يصور له هذا المشهد من أن الشمس قاربت على الغروب وهو يعلم أنه لم يصلي بعد، فلا يشغله ما يدور حوله قدر ما يشغله ألا تفوده الصلاة في وقتها، فيقول دعوني أصلي. وهذا من كرامة الله عز وجل على هذا العبد المؤمن. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء، وهذا يدفعنا إلى أن نحرص على أداء العبادة في وقتها لنؤخر الصلوات. كن من المتصدقين المنفقين، أخلص لله عز وجل في دنياك، يقف الله عز وجل إلى جوارك في الآخرة وفي منازل الآخرة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم النجاة، اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.